منذ افتتاحها في 2018 تواصل منظمة قدرة للتدريب والتطوير بمدينة سبها تقديم دورتها المجانية التي تستهدف شريحة الشباب الباحثين عن العمل. دورات الحلاقة والخياطة وصيانة الهاتف المحمول لاقت إقبالاً جيداً من قبل المتدربين، لا سيما أن سوق العمل بالمدينة يشهد نقصاً كبيراً بعد مغادرة الكثير من العمالة الوافدة. جت الفكرة هذه، لاحظنا أن اليد العمالة غالية، عزوف الشباب عن المهن والحرف هي، لأن ما فيش تدريب ليهم هنا في المراكز أو ما فيش مركز خاص بالمهن والحرف. حاجة تانية أن الأغلب العمالة الأجنبية سافرت، فلاحظنا أن في ركود في السوق وفي شباب عاطلين عن عمل وما فيش أمكان تدريب، فاحنا خدينا الجانب هذا أن احنا ندربه وندخل الشباب للمهن والحرف. هذه الدورات فتحت الباب أمام العديد من المتدربين، خاصة من فئة النساء وكبار السن، وذلك لتعلم حرف جديدة تساعدهم على تأمين مصدر دخل ثابت لهم. حلاق تلقاه أجنبي، خياط تلقاه أجنبي، سباك أجنبي، بناي أجنبي، واللي بتلقاه قاعد استغرب في الشيء، ما في حاجة صعبة بالضبط. كل شيء بالقدر بالإمكانياتك أنك تقدر تستخدم هذه. أتمنى من الشباب كلهم يتوجهوا للمنظمة هذه حتى بالفلوس، وفي العالم يأخذ فيها بالفلوس وهذه مجانية، عرفت؟ وفي تمشي برا تلقاها ب 200 دينار و 300. اشتركت في هذا البرنامج طبعا عن طريق الانترنت، صفحة على الفيس، وسجلت بياناتي وحبيت أني نخدم بها لنفسي. فأول ما خشيت للدورة ممكن أني بعدين أني رح نفتح بها مجال إن شاء الله. الإقبال الكبير من قبل الشباب على هذه الدورات الحرفية يعكس بشكل واضح التوجه الجديد لهذه الفئة ورغبتها في تغيير الصورة النمطية التي ربطت هذه المهن بالعمالة الوافدة فقط.